السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. الخطوبة قولة خير وسد المال والحنة والجرتيق وخروف الجرتيق وبخ اللبن الوليمة والقيدومة وقطع الرحط وفطور العريس، عادات وتقاليد كثيرة جدا درجت عليها الأسر السودانية منذ عهد بعيد، بعضها اندثر وأكثرها لا زال موجودا. هناك عادات تجمع كل القبائل السودانية بشتى أطيافها، كذلك وهناك عادات موجودة في قبائل تختلف عن أخرى، لكن هذه الطقوس تختلف من أسرة إلى أسرة. أحبتنا المشاهدين الكرام، اليوم في هذه الحلقة نحن سنناقش هذه العادات، وفي اختلاف في مناطق وقبائل متعددة فيها الأعراق. في جزء بيعود للعهد الفرعوني، وفي مناطق مثلا في الشمال منها جزء في الجنوب بيعود لعادات وتقاليد إفريقية لاختلاف السحنات. وباتت هذه الطقوس، طقوس الزواج، نموذج تكلف هذه العادات ما تكلفه. هل أصبحت هذه العادات عائقا في وجه طالبي الزواج؟ وهل وجودها ضروريا؟ وما الفرق أو ما الفرض من الغرض من كل ذلك؟ عادات وتقاليد الزواج في السودان، عنوان هذه الحلقة بصحبة دكتور أحمد عبد القادر الفرجابي، الخبير الأسري والخبير بوزارة الأوقاف القطرية، وكذلك مستشار موقع إسلام ويب أو الشبكة الإسلامية. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام مرحب بدكتور الفرجابي، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورنا. مرحبا بك أستاذي الكريم وبالسادة المشاهدين والمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم أمين. دكتور أحمد، شفنا ممكن في المقدمة في تباين في العادات واختلاف فيها بأشكال مختلفة. لو جينا نأصل لمسألة العادات والتقاليد دي، احنا كنت أصلنا لها كيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من والاه. طبعا نحن بداية نريد أن نذكر الناس بأن المسلم يحتكم إلى الشرع الحنيف الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به، ثم تأتي بعد ذلك هذه العادات والأعراف والتقاليد ينبغي أن توزن بميزان الشرع، والأمة ما ينبغي أن تقبل إلا ما يرضاه الله تبارك وتعالى. وهناك عادات لها خلفيات عقدية، لها خلفيات ربما شركية، لها خلفيات ربما مخالفة. هناك عادات قد يكون العائق فيها هو الإسراف والتكلفة المتابعة لها. هناك عادات قد يكون الإشكال فيها هي مخالفتها للنمط الشرعي في المظهر أو في الطريقة أو في بعض التجاوزات. ولذلك كل هذا ينبغي أن يوزن بميزان الشرع، والأمة مطالبة أن تعيد هذه العادات والتقاليد والأعراف حتى أن تحاكمها على الشرع الحنيف الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. والشرع هو المعيار الذي ينبغي أن نمضي عليه. وأنا أعتقد أن العادات القديمة لم تقف بل تتجدد الآن، وكل يوم تصور صور جديدة، وربما الناس من مركب النص يريد أن يخالف ليعرف فيأتي بأشياء جديدة، ربما يكون أخذها من مسلسلات أو من الأنترنت أو تجارب. فالمسألة باب البدع إذا فتح لا يسد، يعني ليست لها نهاية، هي لها بداية وليست لها نهاية. والمصيبة أنها أصبحت مكلفة مقعدة للشباب، عائق أمامهم، وأصبح الشباب يهتم بها أكثر من الأمور الأصلية التي ينبغي أن تأخذ حظها في الاهتمام. ودائما ما من تجاوز وما من شيء نبتعد فيه عن الشر إلا وكلفنا كثيرا. صحيح. إلا وكلفنا كثيرا، وإلا أحوجتنا يعني الشريعة إلى أن نعود إلى صوابنا، لأن هذه تجور على الناس ويلات، وليتها كانت أمور في الخير، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لكن أيضا في المقابل من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. والحديث هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في أمر عادي، دعا إلى الصدقة فجاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز بل قد عجزت. نعم. يعني جاب تبرع في صرة وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي هذه العبارة من سن في الإسلام سنة حسنة. فبالتالي نحن نشجع الناس إلى أن ينتبهوا لهذا الأمر العظيم، وأعتقد أن السنة الحسنة ستكون الآن في محاربة هذه العادات التي أصبحت عائق أمام الشباب في زواجهم وفي حياتهم، وعقدت هذه الحياة وأخذتنا في حرج شرعي كبير، بل في شؤم أحيانا هذه العادات فيها مخالفات شرعية ظاهرة. صحيح. واضحة، فتبدأ الحياة بمعصية، وهذا يعني الإنسان كما قال الله ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ودائما نحن حتى من خلال تواصلنا مع الرقاة الشرعيين من خلال المستشارين نلاحظ أنه ما من زواج كانت فيه مباهاة وكانت فيه شوفون ناس وكان فيه نوع من الرياء، إلا إما أصيبوا بعين أو أصيبوا بسحر أو تلبس بهم الجن أو لم يوفقوا في حياتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا أن يعني البركة في يسر المهور، البركة في تيسير هذه الأمور، البركة في طاعة الله الغفور سبحانه، في السير على هدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. فإذا نحن فعلا هذه الحلقة من الأهمية بمكان،
لكن دعنا في البداية نحرك في الناس كوامن الإيمان والدين والطواعية لله ولرسوله والسير على خطى هذا النبي الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا ترك شرا إلا وحذرنا ونهانا عنه عليه الصلاة الله والسلام. صلى الله عليه وسلم. دكتور أحمد، المسألة دي عندها بعد تاريخي، يعني الحكاية دي من زمان موجودة تتجدد بمرور الزمن ولا الحياة دي مستحدثة عندنا؟ هي طبعا في أشياء قديمة، لكن حتى الأشياء القديمة، يعني بنت النيل التي كانت ترمى للنيل لما جاء عمر قال له إن كنت تفيض بأمر الله يفيض، إن كنت تفيض لهذا فلا، ففاض النيل. نعم. يعني هذه تحتاج إلى وقفات من العقلاء، كان يرموا في عروس النيل بنت الجميل يرموها ليفيض النيل، وجاء عمر قال لا، منع هذه العادة، المسلمين منعوا هذه العادة، عمرو بن العاص منع هذه العادة وقال للنيل إن كنت تفيض بأمر الله يعني فيض، وإن كنت بغير ذلك فلا حاجة لنا. نعم. ففاض النيل وخلاص اندثرت هذه العادات التي ربما وراءها خلفيات كثيرة. وأنا أقول هذا الكلام لأنه بعض العادات التي أشرتم إليها، لو أن العريس رفض أن يجلس في الكوشة أو رفض يدخل وسط النسوان يأخذ زوجته أو كذا، الناس يتشاءموا، يقول هذا زواج لن يستمر، أو يقول هذا أكيد فيه عيب، لماذا لم يأتي، ويتشاءموا. حتى الآن بعض العادات إذا كان الزوج في بلد وعاوز العروس يرسلها طردي مثل ما يقولوا، يتشاءموا يجيب واحد يقعد يعني بديل خطوبة ولا حاجة. نعم. فهذه كلها نحن نحذر من الأمور هذه لأنه وراء خلفيات قد تدخلنا في حرج من الناحية الشرعية والناحية العقدية. وأنا أريد أن أقول يعني بل العكس هو الصحيح، يعني لما نطيع الله تبارك وتعالى ونلتزم بالشرع هذا الذي يضمن البركة والاستمرار والاستقرار. لما نبدأ بمعاصي ومخالفات شرعية ونحن نخوف جدا من البدع الجديدة التي أيضا بدأت تظهر، وكل واحد يريد يعمل أشياء ما سبق إليها ليكون عرسه هذا معلم، وليت الناس سابقوا في الخير. نعم. نعم. نحن حنجي للنقطة دي يا دكتور نفصل فيها، خلينا نبدأ بالحكاية واحد واحد. من حكاية الخطوبة يا دكتور، نحن مطالبين بشبكة، مطالبين بقولة خير. نعم. تمام. دي كلها العريس لازم يجيبها، وما يجيبها هي بس، لازم يجيب أحسن من فلانة جارتهم أو فلانة اللي هي في الحي. نعم. والله أنا في هذه المناسبة أحيي بعض العقلاء الذين يقول للشاب نحن لا نريد منك درهما ولا دينارا، وهذه نحن فعلا، وأنا أشكر قناة طيبة على هذا الإبداع في الطرح الذي تناول غاصة إلى الداخل وتناول عادات تؤلم الناس ويشعر بها ولا يتكلم فيها أحد. لكن أنا أتمنى أن يكون هناك تعميم للنماذج الناجحة الرائعة جدا، فهناك لا زال من يرفض هذه الأشياء ويقول يا ولد فقط جهز نفسك، بل نحن لو رجعنا إلى تاريخنا هناك من يجهز بنته كما فعل سعيد بن المسيب. نعم. البنت الذي حرمها ملوك بني أمية جهزها لأبا وداع وذهب بها، واليوم الثاني ذهب بدراهم قال تستعين بهذه في حياتك. فهكذا العقلاء، وهذه الشريعة التي شرف الله تبارك وتعالى بها. هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان كلفت الناس إشكالات كبيرة، بل كلفت الأزواج إشكالات كبيرة، والناس يجهلوا هذا. نحن كمستشارين نعرف أنه ما من زوج كلف بأموال كثيرة إلا وبدت حياته بهموم وغموم مشكلات تنعكس على أسرته في المستقبل، تنعكس وتنعكس انتقام على هذه البنت المسكينة وأذى لها وتوتر في حياتها، وأيضا هذا كان سبب في قطيعة الرحم، أنه حتى لما يجيب الشبكة تطلع عمة تقول إيش هذه، تطلع خالة تتكلم، يطلع إنسان من هنا يتكلم، فيحدث مناوشات ويحدث خصام ويحدث انطباع سيء. يعني لاحظ هذا دخل الحياة وعرف أن عمته لها كلمة لأما لم تكن في صالح، والخالة تكلمت وهذا تدخل وهذا كذا، وهذه كلها ضغوط على البنت التي لا تعرف هل ترضي أهلها أم ترضي زوجها. وطبعا هي ينبغي أن ترضي زوجها لأن رضا الزوج من رضا الله. صحيح. ولأن أولى الناس بالمرأة زوجها، لكن يكون في هذا الإشكال الكبير عند البنت التي لا تعرف. نعم. تعرف مصلحتها لكن تريد أن تجامل، تريد أن تعيش هذا النفاق الاجتماعي. هو نفاق اجتماعي فعلا، لأن هذه الأسر قد تبيع ما تملك، تبيع المقدم والمؤخر، تبيع كل ما عندها من أجل لحظات معينة تصحر أمام الناس، من أجل مراسم، والناس كلامه لا ينتهي. صحيح. الناس لو جئت بعسل يقول ما نريده، جاء المن والسلو قال ما نريده. يعني هذا عادة في الناس أنه ليس هناك ما يرضيهم، ليس هناك ما يرضيهم. فلذلك العاقل العقلاء دائما يجعلوا همهم إرضاء الله تبارك وتعالى، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. نعم. والذي يرضي الله يوشك أن يرضى عنه ويرضي عنه الناس. نعم. لكن عكس الذي يلتمس رضا الناس وإن أغضب الله فإن الله يغضب عنه ويغضب عليه الناس أيضا، يعني انغلب مادحه ذاما له. نعم. طيب يا دكتور، نحن لو جينا نفصل فيها من ناحية حتى شرعية، يعني مسألة أنه لازم تجيب شبكة بمواصفات معينة، ذهب وكذا، والعريس ذاته يلبس دبلة من فضة وبمواصفات معينة وشكل معين، غير كده مرات بتكون في حفلة في المسألة دي، يعني يجيبوا فنان وهي ذاتها تلبس لبس كاشف ويجتمعوا الناس وهكذا،
والله هذه مصيبة. أول شيء مسألة الدبلة، وهذه طبعا أشياء دخيلة علينا، بل هي من الأشياء التي تشبهنا فيها بأعداء الدين وأخذنا هذه الأشياء دون أن نقف عندها. وكل ما يحصل الآن هو في إذا في الخطبة لمسها، ما الذي يسمح له أن يلمسها أصلا من ناحية شرعية؟ الخطبة احنا قلنا ما هي إلا وعد بالزواج، لا تبيح الخطبة الخلوة مخطوبته ولا الخروج بها ولا التوسع معها. الأمر الثاني مسألة التغليد لأعداء الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث مسألة الحفلة وما يتبع من معاصي ويتبع من مخالفات. وبالمناسبة الذي يعني يأتي بحفلة الآن، السكارى الذين يحضروا، الأعراض التي تنتهك، الحرمات التي تنتهك، هذا كله ذنب عليه، يحمل أوزاره وأوزار هؤلاء جميعا، لأنه هيأ لهم هذه البيئة من الشر. والعياذ بالله أصبحت الأمور ليس لها قواعد، ليس لها ضوابط، ليس لها حدود. فإشكال كبير جدا ستجد في هذا الجمع المتردي والنصيحة، كل من يجتمع كل من هب ودب ليشاهد أعراض الناس، ليشاهد هذه العروسة، ما أدري هي تزوج الناس كلهم من تزوج هذا الرجل، وإشكالات كبيرة جدا. وكيف يرضى لزوجته التي ستكون زوجة له أن تتكشف أمام الناس، أن تظهر عورتها، أن يظهر جسمها، أن تكون هناك ممارسات، ما أدري أين العقول. بل يعني إذا قلنا حتى لو غاب الدين أين العقول، وين الرجولة حتى؟ نعم، وأين الرجولة وأين العقل. فبالتالي هي إشكالات كبيرة جدا لو أخذناها بالبعد الشرعي هذا، لو أخذناها يعني بهذه النظرة، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، لأن هذا الذي نسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب دكتور أحمد، في ناس بيأخذها شيء يعني نقول لك ده نوع من التحضر، نوع من التقدم، نحن مواكبين. الناس البيت مرات بيتعذر الأم والأب، بيقول لك يا أخي خليهم يفرحوا، يعني أول مرة ليهم، ما تحرموهم، كانوا بيجدوا لهم مبررات. طبعا هو طبعا مبررات هذه، كان اصلا يقول يفرح والعريس كان القلم مرفوع عنه حتى الصلاه ما يصليها وكذا، يعني اشكالات كبيره جدا. لكن كل هذه الاشياء لا قيمه لها، لان نحن نحتكم الى شريعه، صحيح، نحتكم الى هذا الدين الذي شرف الله تبارك وتعالى به. والصحابه ضربوا اروع امثله من فراش يروح الجهاد ينال الشهاده، حنظله يعني غسيل الملائكه، نماذج رائعه في تاريخنا. ما كان الزواج ابدا سبيل للمعصيه، بل هو سبيل للطاعه، عون على رضا الله تبارك وتعالى. والقلم لا يرفع، ما قال قلم يرفع العريس حتى ينتهي عرسه وكذا، لا، يعني عن الصغير حتى يكبر، المجنون حتى يفيق، إلا إذا قلنا هؤلاء مجانين. وفعلا ما يحصل هذا لا 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 يصلح في يعني ميزان الشرع، لا يمكن أن يقبل هذا. وأنا أريد أن أقول، ما الذي يضمن لكم؟ كم من عروس جهزوها لعرسها فمضت إلى الله تبارك وتعالى، كم من إنسان مات في هذه المعصية، كم من زوجة خرب بيتها في هذا اليوم بسبب هذه المعصية. فلذلك نحن ينبغي أن نفكر في هذا، أن نحن نعصي الذي يعلم السر وأخفى، نعصي الله جهارا نهارا من أجل أن نرضي الناس ويشبع رغبات. نعم، جميل. طيب دكتور أحمد، إن شاء الله نتواصل، لكن أستأذنك والمشاهد الكريم في أن نشوف رأي الشارع، الناس عندها شنو في مسألة الخطوبة والعادات الكثيرة دي يعني بتتفرض في الزواج. حنحكي لكم قصة ناس باعوا بيتهم عشان حكاية الزواج، يمشوا يقعدوا في حتة معينة، خليكم معنا. حياة طيبة. يعني الزواج اصلا اي شاب بريد الزواج يعني، لكن بالنسبه للتقاليد والحاجات اللي عملوها الناس اللي هي قولت خير والشيله والدبله والكلام ده كله كتير. يعني بالنسبه لتكلفه الزواج هي على حسب المقدره، حاجات يعني زياده زياده عبء على الشاب السوداني. يعني انا نفسي مثلا دار الزواج دار لي اقل حاجه 50 مليون عشان اجيب الحاجات دي كلها، ما بكون عن عندهم غالي. يعني في ناس بكون متمسكين بالحاجات الشديدة، يعني أصبحت جات عرس يعني تكاليف كثيرة. يعني ما مش عارف، حنة العروس لازم تكون بفيديو، لازم تكون في صالة، بالإضافة لفطور العريس لازم يكون بكمالياته، وإذا تأخر فيه شيء أو نقص على حسب ظرف الأسرة حتحصل فيه انقطاعات ومشاكل وخصمان، بدل ما يكون الزواج هو نوع من التعارف ونوع من التآخي ونوع من الأشياء الجميلة والترابط الأسري. فعندنا أنا كبار أقول الدوهن زيدوهن، الدوهن وزيدوهن. فتشوف الشباب في الوقت الراهن عطالة ما في عمل، يعني الشاب هو يعني عنده رغبة في الزواج، لكن وين المقومات؟ لأنه أنت حاليا يعني في الوضع الحالي كلام مهر وما مهر ده عن حاجه كبيره شديد بالنسبه للشباب استحاليا، يعني بتعقد الامور. انه الزواج بقى مشروع بتاع بزنس، يعني للاسف انا بسميه بزنس عزيز. يعني في ناس ممكن يدخلوا في موضوع بتاع زواج بيعملوه بزنس عشان يصلحوا اوضاعهم الاجتماعيه، او مثلا يعملوا حاجات الناس تشوفها بغض النظر عن انه الزواج ده بركه او الزواج ده اكمال دين زي ما بيقولوا. حياه
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. شفنا راي الشارع. حكايه بزنس دي مشكله كبيره جدا بالمناسبه. في ناس زي ديل يعني، في ناس الواحد بيتاجر ببيته داير يكسب من وراها قروش، ودي اشكاليه كبيره، لكن الحمد لله انه ما كتر. احنا وعدناكم ان نحكي لكم واحده من الحوادث اللي حقيقيه وجاتنا واحده من الاستشارات فيها، انه في ناس في الخرطوم هنا ساكنين في واحده من الاحياء اللي ممكن تعاد هي الشعبيه، وبيتهم ملك حقهم، بيتهم يتقدم لها واحد يعني ساكن في حي يقال عنه انه حي من الاحياء الراقيه يعني درجه اولى. فهم عشان يلحقوا الناس دي اجتماعيا باعوا بيتهم الملك ومشوا اجروا شقه في الحي اللي ساكنين فيه ناس العريس، على اساس انه المناسبه تكون في نفس الحي، ما في زول ينظرهم بنظره دونيه، او العريس يقول يا اخي تعرست واحد من الحي الفلاني. بعد ما انتهى الزواج الناس دي بقوا ساكنين ايجار، ده بسبب انه يا اخي شوفونا وحتنتهي بتاني احنا ما عارفين. دكتور احمد، تعليق على الاستطلاع. والله اشكال كبير جدا، وطبعا مثل ما قالوا الجمره تحرق الواقع، واضح مش كذا، ويبدو ان جميعا نحترق يعني. نعم. وكل من شارك في الاستطلاع هم يتكلموا بألم، يتكلموا بحرقه، ولذلك نحن ندعو الدعاة، ندعو العقلاء، ندعو الفضلاء الى ان تكون لهم وقفه. وهذه العادات السيئه حقيقه لا يمكن تستبدل الا ببيوتات كبيره، الا بناس لهم وضع. نعم. الا برموز في المجتمع تضرب نماذج يعني في زواج ميسر. ودائما هذا منهج القرآن، دائما العادات المتأصلة. نعم. تحتاج إلى نماذج عملية، تحتاج إلى تطبيقات عملية. ودائما المفسرين يذكروا حديث التبني، الله تبارك وتعالى يبطل عادة التبني، تجربة كاملة تبنى زيد ثم تزوج من زينب ثم طلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول. نعم. القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فإذا هذه معاني أنا أدعو العقلاء والمربين فيها إلى أن يكون لهم وقفات كبيرة حتى نوقف هذا التدهور، المسألة مستمرة. وأنا أقول هي مسألة شوفونا هذه تنتهي مع أنوار الزواج، بعدها يدخل أزمات مشاكل. يعني المسألة فعلية، ليس معنى هذا أنه سينتقل إلى حي راقي ويصبح راقي، لا، هو سينزل الدرك، سينزل الديون، سينزل حياة مليئة بالهموم والغموم والأحزان، سينزل حياة في الشكل الخارجي فقط الناس فرح، لكنها في الداخل ترح، لكنها في الداخل آلام. ولذلك انا اريد ان اقول يعني هذا كان العقول غائبه، لان هؤلاء الناس يفعلوا اشياء عباره عن وهميه، نفاق اجتماعي مظهر فقط، لكن في المخبر، لكن الحياه في الداخل تعيسه. بل انا اقول هذه التكاليف قد تمنع الشباب من الزواج، وقد تدفع بعض الشباب الى سبل الحرام. صحيح. يدخل الحرام يستدين بربا او بغيره او باي طريقه حتى يظهر بهذا المظهر، حتى يكمل بهذه الطريقه. ولماذا؟ ليحمل على نفسه ذنوب، ليدخل في مظهر اجتماعي يتعبه، والواحد لو مد رجله على قدر لحافه يعني بيرتاح وبريح اللي معه. صح. دكتور، هي الشماعه بتكون كالاتي، بيقول لك يا اخي الناس ما بتريح، الناس ما بتخلينا في حالنا، ونحن ليه بيتنا او ولدنا يكون اقل من ناس فلان؟ وربنا ما خلق البشر سواسية يا دكتور احمد. والله لكن الناس ما بتريح دي يكملوها، لان الناس ما بتريح ايضا هذا، يقولوا هم كنت ما عندهم تعبين نفسهم ليه؟ يعني في الحالتين انا ضايع. ما ينتهي كلام الناس. نعم. ما ينتهي. ما الولد ماشي مع ابوه قال له كلام الناس ما بينتهي، اراد تجربه عمليه. نعم. ركبوا الاثنين على الدابه، مر على الناس قال بالله دل ما يخاف الا راكبين على الدابه. قال لي يا ولد انزل ركب الاب. وقال بالله الرجل ده ما يخاف الا الطفل ده ما يركب معاهم. نعم. قالوا سمعتها ينزل ركب الولد، قال ولد ما عنده ادب ده راكب خل ابوه ماشي. بعدين ساقوا الحمار ماشيين، قالوا ما عندهم عقل ديل، الحمار خلقه الله عشان يركبوا. نعم. فانا اقول بيقول كلام الناس لابد ان يدرك ان كلام الناس لا ينتهي. في كل الحالتين. في كل الحالتين. نعم. لان الناس لا يشاهدوك في العسر، بعد ذلك سيشاهدوك ما تملك درهما ولا دينارا، حتكون عليك حق. الاسره هذه بالله هؤلاء باعوا بيتهم ليسكنوا في ايجار. واليوم كان واحد يكلمني يقول لي سبحان الله، يقول نحن عندنا اشكالات كبيره. نعم. تجد واحد مؤجر ومشتري سياره فخمه، مظهر اجتماعي. صح. تلقى واحد مؤجر وعامل عرس بملايين، يا اخي هذه الاموال وفرها لتجعل نفسك قطعه ارض او بيت. صح. فالمظاهر الاجتماعيه. نعم. تكلفنا، هذه العادات والمظاهر الاجتماعيه تكلفنا تكاليف باهظه ولا نهاية لها. ولا نهاية لها. نعم. وفي عبارة جميلة قال معاوية، قال ما رأيت يعني سرفا إلا إلى جواري حق مضاع. يا سلام. فأي إنفاق للمال في وضعه غير صحيح معناه في خلل من ناحية ثانية. إلا إلى ما رأيت سرفا إلا إلى جواري حق مضاع. جميل. فأحيانا تضيع حقوق، هذا سيضيع حقوق الزوجة أمام الناس، عرس ما في مثله، لكن بعد شوية هنشوف المشاكل. نعم. ما حتنتهي. نعم. دكتور أحمد، احنا نستأذنك كذلك والمشاهد الكريم في نطلع فاصل، حنجيكم بعد الفاصل نشوف باقي العادات اللي في زواج. يعني احنا كمجتمع السوداني ان شاء الله دائما اسرنا تامه ولا ما، خليكم معنا دائما ان شاء الله، حياتنا طيبه بكم وكذلك مشاهدينا الكرام. اليوم الحديث عن عادات والتقاليد بالنسبه للزواج، يعني احنا هنا في السودان، واي زول ان شاء الله مقبل على الزواج واي زول مقبل على الزواج، وكل ام عروس وام عريس لازم تتابعنا، وكذلك الخالات والعمات
عشان نشوفوا بعض الاشكالات تتعالج كيف. معنا دكتور احمد عبد القادر الفرجاب الخبير الاسري ومستشار الاسري كذلك والخبير بوزاره الاوقاف القطريه. مرحبا بك دكتور احمد. نحن عندنا العادات المستمره طبعا دكتور احمد، مساله عندنا الشيله دي ثابته وكل قبائلنا ومناطقنا في السودان الحاجه دي ثابته، بس بتختلف من منطقه لمنطقه. في ناس طبعا بيفرضوا عليك شيء كثير وفي ناس حسب المقدره. غير كده في تدخلات في المساله دي، في الخالات بيخشوا ويعرضوها للناس برا، جاب كم شويه كثير، والمناوشات تبدا من هنا. والله هذا اشكال كبير، ومناوشات ومراسيم وطريقه معينه، واحيانا يشيل المال مرصوص بطريقه معينه، جايبين اوراق كبيره لامعه جديده، والذهب موضوع بطريقه معينه، والملابس مشروع بطريقه معينه. حقيقه هي اشكالات كبيره جدا، ويؤسفنا ان هذه الامور تتمدد، وكل الناس يحاولوا يدخلوا بدع جديده وطرائق جديده ومضادات جديده في العرض والاستعراض لهذه الاموال. وانا اتعجب يعني حتى الملابس تعرض احيانا. صحيح. وانا اذكر هنا تلك المراه العظيمه يعني في بلخ، السلطان فرض عليهم ضريبه كبيره، فهناك اميره اعطتهم فستانها، فستان كان مطرز، قالت يبيعوا هذا، فبعد ذلك الملك تاثر وقال يعني هذه تدفع فستانها ارجعوا لها. قالت والله فستان رآه الناس لا يدخل لبيتي أبدا، يعني هذا الفستان الذي رآه الرجال ورآه الملك لا يدخل لبيتي أبدا. نحن الآن نعرض الثياب ونستعرض هذه الأمور ونباهي بها. أنا أقول هناك إشكالات كبيرة، والمجتمع لا بد أن يعود إلى حشمته، إلى وضعه، إلى قيمه. وأيضا أنا أريد أن أقول دائما الفقر ليس عيب، يعني لما يقول هذا ناقص، لماذا ليس مثل فلان وكذا، القضية ليس كم أنت. وأنا دائما أقول حمار في الناس من يقال له كم، يرضى أن يقال له كم أنت. الكميات في الفحم والبصل، الرجل يقال له من أنت؟ والنبي قال ما ترضون دينه وخلقه، فاصفر لذات الدين. الدين يركز على هذه المعاني الأصلية، ما قال وليس الفقر عيب في الإنسان، يعني وليس الغنى ميزة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سوى الكافر منها جرعة ماء. فمجرد المجتمع يكون همه المظاهر وهمه هذه المراسيم الكثيرة المتعددة. والحقيقة الناس، أنا أعجبني أن أنت أشرت إلى أن الناس بدأ يتألموا، بدأ يرجعوا، بدأ يجمع بعض المراسيم، يجمعهم مع بعضها. وهذا يعني نحن دائما لما نتوسع سنجد أنفسنا مضطرين أن نحترق حتى نحاول أن نعيد الأوضاع. ليتنا من البداية ننتبه لخطورة ما يمكن أن نحصل، والإنسان ينبغي أن يتقي الله. أولا أنت إذا شفت يعني مثلا شيلة جابوها، الدين يأمرك أن تشجع وتبارك، ليس لك أن تعيب مثل فلان، لماذا لم يأتي، لماذا هذا. ولذلك يعني هذا من الإشكالات الكبيرة، احنا نحتاج إلى تربية أيضا دينية، تربية شرعية. نعم. بحيث الإنسان إذا رأى خيرا ينشره، إذا رأى غير ذلك يستره وينصح. هو ما في عيب الآن كونه جاء بقليل أو كثير، العبرة بأن يقوم بواجباته، يتحمل مسؤولياته، يستطيع أن ينفق على أسرته، هذه الأشياء الأساسية بما يستطيع، بما يعني ينفق ذو ساعة من ساعته كما قال ربنا العظيم. ولكن أن يكون هذا هو التباهي بين الناس، والله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. هذه الشريعة التي ترفض هذه المظاهر الكاذبة، المظاهر الخادعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي على هذه المعاني، حتى لما جاء رجل قال له كم دفعت، قال نواه من ذهب، غضب النبي قال كأنما تنحتون الفضة من الجبل. لو رجعنا لزيجات النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد زواد دفع عثمان بن عفان، سنجد زيجة جمعوا ما عندهم وزوجوا النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد وليمة الزواج أم سليمة بعثت النبي صلى الله عليه وسلم طعام. يعني لاحظ هذه البساطة، مبالغ فيها حتى، يعني هذه البساطة كيف أحيانا جمعوا ما عندهم، ثم هذا كان وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أقول هذه الشريعة في جمالها وكمالها، والشريعة ترى ما يعطى للمرأة هذا ليس قيمة لها، تكرمه. لذلك الفقهاء نصوا على أن المهر وعلى أن هذه العطايا تكرمه. والآن نقول أنت إذا أردت أن تكرم زوجتك فهي زوجة لك، أعطها ما شئت. صحيح. لكن كون أنا أحاول أعمل مظاهر خادعة وأحاول أجبر الناس وأعكس نمط اجتماعي وأقول للناس شوفوا هذه الأموال، وغالبا الذي يباهي بالأموال غالبا قد لا تكون حلال أصلا. بماذا تباهي أنت؟ وإن كان حلال فالإسراف حرام والتبذير حرام، ومبذرين إخوان الشياطين. هذه النصوص ما ينبغي أن ننساها من ناحية شرعية، لأن هذا هو الذي نسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا أنا أريد أن أقول العادات وهي تتمدد، نحن لابد أن نحرك وازع الدين. الدين الذي يدعو الإنسان أن يحفظ لسانه، أن يقول خيرا أو يصمت. يعني تجي تقول بالله الناس راضين، تقول بالله هذه شيلة الآن، بالله هذا العامل جاب أحسن منه، بنتكم كيف ترضوا بهذا؟ جميل. يعني هذا الشيطان يتكلم.
والانسان قد يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلغي بها لها بال يهوي بها بحسب عين خريفا في جهنم. نعم. طيب دكتور احمد نحن نشوف ان شاء الله راي النخبه. دكتور احمد رمضان داود مدير الاداره العامه للتنميه الاجتماعيه بوزاره الضمان الاجتماعي. نشوف رايه شنو في المساله دي ونجيكم راجعين مشاهدينا الكرام لتكمله نشوف الاثار الاجتماعيه والنفسيه في هذا الجانب. خليكم معنا. حياه طيبه. الآن في العصر الحديث أو في الوقت الراهن كل هذه العادات والتقاليد الآن بدأت تتغير. يعني إذا لاحظنا أنه في بعض المناطق مراسم الخطوبة والزواج تبدأ من في إطار المال النقدي، ولكن هذه وفي منطقة أخرى ترجع هذه الطقوس لمسائل ترجع في إطار التباين في الثروة الحيوانية مثلا، يعني تقدر الزواج بعدد المواشي التي تقدم مهر للعروسة وتقدم في إطار عملية إتمام الزواج. وفي مناطق أخرى تكون القيمة المادية هي الذهب، وفي مناطق أخرى تكون القيمة المادية هي كمية الثروة الموجودة المعبرة كزروع أو كغيرها. كل هذا التباين الآن في السودان في الوقت الراهن بدأت كل هذه الظواهر الاجتماعية بالثقافات الوافدة، بالتعليم المنتشر في السودان، بالكثير من العلاقات المتداخلة بين المجتمعات داخل السودان والمجتمعات السودانية خارج القطر خارج السودان. كل هذه التدخلات أفرزت واقع جديد في عملية طقوس الزواج. حياة طيبة. شكرا دكتور داود على هذه المداخلة طيبة. نحن بنحيه دكتور أحمد رمضان داود. ممكن دكتور أحمد ذكر العادات والطقوس اللي كانت عندنا والى الان لا زالت تختلف من منطقه الى منطقه. يعني مثلا عندنا هنا في الشرق يستخدم الذهب، عندنا هنا في مثلا في جنوب كردفان او في بعض مناطق كردفان وفي النيل الازرق يستخدم مساله الابقار، في الوسط يعني ممكن شيء من المال. تعليق على هذه المداخله. والله طبعا هذا تناول رائع للتنوع الثقافي والاجتماعي الموجود، والشريعه طبعا واسعه. المهر هذا كل ما يمكن ان يصدق عليه مال يصلح مهرا. والشريعة لم تحدد شيء معين، لكن ترفض الإسراف وترفض المبالغة، ولا تريد مثلا أن تكون مظاهر ونشعر أن المهر هذا كأنه قيمة للفتاة. والإنسان لو رضي لبنتي ولو بمليارات هذا يكون ظلم لها كإنسان. نريد نقول هذا تكرمة، يعني تكرمة عبارة عن يعني شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما استحللتم به من الفروج، أو يعني نوع من التكرمة، نوع من نية الخير، نوع من المبادرة. الشريعة تقصد هذا، والناس الآن جعل مثل ما قبل شيء قال هو بزنس، يعني أصبحت تجارة يتاجروا ببنتهم، وأيضا المهر يأخذ اتجاهات غير صحيحة. فالأبقار لن تذهب إليها، الذهب سيقسم على الأسرة، حتى الثياب التي تأتي في الشيلة توزع أحيانا صحيح. على الناس، وفي النهاية يجيبوا له زوجة ليس عندها مما دفع شيء صحيح. يعني تركت كل ما دفعوا لها وراءها وجاءت معه ليبدأ معها حياة جديدة، ليبدأ من أول يوم الإنفاق والصرف عليها وشراء الملابس لها. فأنا أريد أن أقول فعلا نحن بحاجة إلى دراسات نفسية، دراسات اجتماعية، دراسات قبل ذلك شرعية، حتى تعيد الأمور إلى صوابها ونصابها، حتى لا تتمدد المسألة فتنتج عنها العنوسة، تنتج عنها هجر الأرحام والقطيعة. الزواج الآن بدل ما يقرب الناس يشتتهم صح، لأنه يبدأ بمشكلات، يبدأ بتدخلات، يبدأ بإساءة الظن، يبدأ ومهما يأتي الإنسان هناك من يطمع، هناك من يتكلم، هناك من يتدخل، ونحن الذين فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب. هل نضاف في هذا المحور دكتور أحمد بقودنا للأثر الاجتماعي مباشرة، يعني مسألة الخصومات اللي بتحدث؟ طبعا هذه وهذه من أخطر ما يمكن. والعجيب أن يعني من تشعل المشكلات هذه العمة أو الخالة، حتى الفنادق لما يقول فندق لا مش مستوانا هذا، يعني حتى لو جاء للصالة الصالات نفسها مرتبة درجات، وأحيانا يدخلوا في تكاليف التصوير وطريقة العرض وإنارات تطفى وإنارات تولع وأشياء عجيبة، تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، ومعها مخالفات عجيبة جدا، يعني مخالفات
لا تصلح، يعني هناك ممارسات ربما لا تصلح إلا في غرفة النوم تمارس أمام الناس عيانا جهارا، وهذا طبعا مخالفات شرعية ونذير شؤم يعني لهذه الأسرة. وأنا أقول كما قلت الرقاة الشرعية يرون أن الشيطان يتلبس في هذا المكان لأنه في فرح وفي معصية وليس عندهم دروع تحميم كما قال ابن القيم، فليس هناك تحصينات، والشيطان يتلبس بالنساء في عريهن وعرض الأشياء. كانوا نحن في يعني مسارح بتاعة عرض يعني. طبعا مسارح عرض ومسارح العرض فيها شياطين الإنس والجن يحتشدوا هذه الأعين الجائعة، الأعين التي تنظر بشهوات، وهذا كله محرم، أمور لا يمكن أن تقبل أصلا من ناحية شرعية. والذي يحدث هذا لا يصلح للنساء أن يشاهدنه وليس الرجال. يعني المرأة، عورة المرأة حتى مع المرأة لها حدود صحيح، لكن هذا أيضا لا يراعى، يعني مشاهد لا يصلح أن تشاهدها المرأة من أختها يشاهدها الرجال. الغريب يا دكتور أحمد المشكلة العمم موجودة ولف يعني حتى يعني الرجال موجودين، يعني ما في أحد كأنه الأمر لا يعنيه. والله هذا مشكلة، ونحن نخشى أن تكون هذا نوع من الدياثة، لأن ديوث الذي يغر الخبث في أهله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الشريعة. فالإنسان ينبغي أن يكون له وقفات في مثل هذه الأمور، وهكذا تصان الأعراض، ومن هنا يأتي العدوان على الأعراض، لأن هذا النظر هو بداية العدوان على الأعراض، أن تتاح النظر وأن يتاح هذا العري. والعجيب ليس في هذا، هذا الثياب مفصلة متفق عليها بتخطيط، يعني كأنها جرائم مع سبق الإصرار كما قال بعضهم لما شاهد امرأة متبرج قال هذا ليس لها أخ، ما شاهد أبوها وهي تخرج، ما شاهد عمها، ما شاهد خالها. يعني نحن الأرحام الرجال الرجولة ينبغي أن نستدعي هذه المعاني. وأنا أقول العربي الجاهلي حتى قبل الإسلام كان عنده حمية، كان عنده غيرة وكان عنده حمية، وكان يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، هذه راحت فصلت وهي تعرف أنه سيعري أجزاء محرمة عورة مغلظة من جسدها سيعريها، ومع ذلك مع سبق الإصرار يفصل ويلبس ويأتي أمام الناس، وحتى تستمر الجريمة يصور، وحتى تستمر الجريمة إلى أبد يدخل في عالم النفس. والعذر يوم واحد، والعذر يوم واحد من أجل أن نفرح. أي فرح هذا الذي يجر وراءه الأتراح، يجر وراءه الأحزان، يجر وراءه الذنوب، والإنسان في هذه الحالة يحمل أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم. صحيح. يعني المسألة نحن ينبغي أن نراعي الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأشياء. وأنا أجزم أن هذه المناسبات التي تبدأ بمعاصي لا يمكن أن يكون فيها توفيق، لأن المعصية شؤمها والمعصية أثارها المدمرة، ولذلك ينبغي أن ننتبه حتى لمصلحة أنفسنا واستقرار أسرنا، ينبغي أن نراعي هذه الأمور، ونقف يقف أهل الإصلاح أهل الدعوة أهل الخير يذكر الناس. أنا دائما حتى بعض الناس الآن بدأ يحجب يقول ما نقدر زوجتي، يعني واحد يقول ذهب بأمتي والدته إلى عرس، يقول من الباب رجعت ما أستطيع أن نشاهد، مع أنه صالة نساء مفصولة، قالت ما أستطيع أن نشاهد، ما أستطيع أبدا، هي امرأة المسألة وصلنا لها يعني. نعم تقول ما أستطيع أن نشاهد. فأنا أقول دائما قبل الزواج ننصح للمتزوجين، يا ولدي الله يبارك لكم لكن تجنب المعاصي، يا بنتي الله يبارك لكم لكن تجنبوا المعاصي، يا أسرة الله يبارك لكم لكن تجنبوا المخالفات الشرعية. يعني لا بد أن يكون للناصحين أدوار. صحيح. وأنا أريد أن أقول فعلا هذا مهم، نذكرهم بأن الزواج نعمة، ملايين الناس مش قادرين يتزوجوا. صحيح. أنت يا من يسر الله عليك يا أخي جعل هذا الأمر ميسرا، يكون في هذا تشجيع لآخرين، يكون في هذا تيسير على آخرين، حتى لا تجبر الناس على عمل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. دكتور معين في يعني إحصائية عندنا الزواج في تقريبا العام الفائت إنه 31 ألف زوجة، السودان عندنا 14 ألف منيف حالة طلاق. طبعا أنا قلت لأنه عمر رضي الله عنه قال هذا يتحول إلى بغضة في قلب الزوج، يعني رجل صرف كل أمواله وبعد شوية يجد يلقى امرأة معاندة، امرأة عادية جدا، امرأة فيها سلبيات، امرأة وهذا ليس عيب لأن نحن الرجال أيضا فينا سلبيات موجودة هذه الأشياء، لكن العبرة أن الإنسان في تراكمات تراكمات الإنسان خسر أموالا كثيرة في سبيل الزوجة لا ترضيه ولا تسره ولا تطمع، ونحن أيضا اشتغلنا بهذه الأشياء. يعني بدل من الأسر تربي بناتها على البساطة، يعني على الأمور العادية، تؤهل بنتها لظروف الحياة، قد يأتيها زوج حتى لو كان غني سيفلس غدا، يعني كم من إنسان في السماء والله تبارك وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، وفي ناس الواحد يصبح في النهار أغنى الناس وفي المساء من أفقر خلق الله تبارك وتعالى. نحن لابد أن نعيد أبناءنا وأسرنا لهذه التغيرات. جميل. وكيف الإنسان يربي أبناءه وأسرته بنته على أن تعيش في أي وضع، لأن العبرة أن تعيش مع رجل صح يعرف كرامتها ويعطيها حقها ويراعي الله فيها ويتقي الله فيها، ليس العبرة برجل يدفع أموال ثم يضربها ويؤذيها ويهجرها وتفقد هذه الأموال من عشية وضحاها. طيب دكتور أحمد نحن نشوف إن شاء الله هنطلع فاصل
وحنجي نناقش ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى العادات اللي بتحصل في يوم الزواج بشكلها، سواء كان ضرب سلاح او ما يسمى بالحفله وقبلها الحنه وهذه الاشياء. بعد الفاصل خليكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حياة طيبة، والحديث اليوم عن العادات والتقاليد في زواجنا احنا كسودانيين. شي جرتيق وشي قطع رحط وضرب سلاح وبوطان وغيره من هذه الاشياء. حنشوف الدكتور احمد عبد القادر الفرجابي الخبير الاسري والخبير بوزارة الاوقاف القطرية. حبابك عشر دكتور مرة ثانية، تعليق على بعض العادات اللي ظاهرة عندنا، حكاية البوطان وضرب السلاح، ونحن نقول رحم الله بهنس يعني اخر فقيد في هذه المسألة، كثير عندنا ارواح بتتفقد. نعلق على المسألة. ايه طبعا بكل اسف يعني العادات يمكن تذكرتها ولكن هي كثيره كثيرة وصيحة. هذا على سبيل المثال منها الزغاريد والذي يحصل من صياح، وهو صوت عند حزن وخي النياحه والمناحه، وصوت عند فرح، هذه الاصوات التي تعالى، ثم ضرب الصوت يعني الذي الحمد لله عاد ايضا بدات تندثر، ويزعم ان الرجوله في ان يحتمل يضرب امام النساء والنساء يزغردن والرجل يتالم بعد ذلك بظهره يصبح خطوط من الدماء والجروح. وهذه مظاهر كان حقيقة لا تخفى فيها روح الجاهلية والجهل، غير المخالفات الشرعية التي فيها الأذى وإلحاق الأذى بالآخرين. وليتنا ذهبنا إلى ميادين الشجاعة الفعلية، صحيح، في أراضي الأمة مسلوبة وضائعة، والرجال مكان الرجولة هناك، ليس هنا بين النساء من أجل أن يرى يسمع صوت النساء وتشجيع من النساء له، هو يضرب وهو يؤذى. كذلك مسألة اللبن الذي كان من السنة يشرب والآن يبخ، صح، وطبعا يتفادى ان تكون لون البدله بطريقه معينه وقد يحذرها فتخذله، وهناك تشجيع كانه مباراه كره قدم يعني حتى تبخ عليه اللبن ويبخ عليها. انا اعتقد ان هذه الممارسات كذلك قطع الجرح دخول وسط النساء وهذه الممارسات والعادات هي بقايا من عادات كما قلنا ربما فرعونيه جاهليه كذا، فهذه كلها حقيقه اشكالات كبيره جدا، والناس بحاجه الى ان يخرجوا من هذا، خاصه ان ابدا اذكر بما بدانا به انه يا اخوه يا اخواتي يا ابنائي وبناتي، لابد ان نزن كل العادات بميزان الشرع، فلا نقبل الا ما ترضاه هذه الشريعه. واذا رضينا بالشريعه ورضينا بحكم الله تبارك وتعالى وطبقنا هذا الدين فانا سنفرح ونسعد ونوفر اموالنا ونوفر طاقاتنا، وتتوفر بين الالفه التي نفقدها في مثل هذه المواطن، بل سنوفر الارواح. نعم، وكثير من البلاد مثلا عاده اطلاق الرصاص طبعا في غير السودان ايضا موجوده في حتى في بلد اخرى، وهي ممنوعه الان الجهات الامنيه في معظم بلاد العالم العربي والاسلامي تمنع هذه لما فيها من ضحايا. صح، فبعض من يحمل السلاح قد يكون من السكارى اصلا او اصابه سكر مما يشاهد، فبالتالي الخطوره حاضره وكثير من الضحايا يقعوا في مثل هذه الاشياء، وطبعا هذا قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. بالتأكيد. نعم، والانسان اذا فسح في دينه ما لم يصب دما حراما، وهذا دم فيه مخالفات ويهلك انفس، واغلى ما نملك في هذه الدنيا واغلى شيء في هذا الكون هو هذا الكائن. نعم، الذي كرمه الله تبارك وتعالى. فهذه العادات ايضا تحمل وراءها عقائد، مساله الضرب والانتقام والاشياء هذه كلها ايضا لها اثار. صحيح. انا اقول ايضا ربما اثار نفسيه على العريس وعلى العروسه وعلى الاسره، يعني هذا بالله كيف يسعد هذا الذي قتل زوجها والتي قتل عمها في هذه المناسبه، مناسبه الفرح، كيف ستمضي هذه الذكريات عليهم؟ نعم، كيف سيمضي هذا اليوم بعد الذي تحول من فرح الى مأتم، الى مأتم والى احزان. فانا اريد ان اقول فعلا هذه العادات، وانا اكرر ايضا الباب ينفتح كل مره، وفي ناس ياتي بالغرائب والعجائب وطورته بطريقة معينة وشاي العريس وزفة العريس واليوم الثاني وما أدري إيه. المسألة سبحان الله، وكلها معها رقص وغناء ومراسيم وتعال شوفونا. يعني أنا أعتقد أن هذه إشكالات فعلا بحاجة إلى وقفة حاسمة من العقلاء من الفضلاء، وأنا من هذا المنبر من هذه القناة في هذا الطرح الرائع أسأل الله أن يبارك لكل من يتحرى الشرع، لكل من يتحرى السنة، لكل من يتحرى البساطة، لكل من ينشد البركة في اليسر، أسأل الله أن يبارك لهم، لأن يعني هذا هو الذي النموذج الذي ينبغي أن ندعو له ونستمر ونقلده ويصلح به المجتمع. وأدعو أيضا الذين لهم وضع في المجتمع، الذين لهم كلمة، الذين لهم سلطة، أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الله تبارك وتعالى. هناك أشياء ينبغي أن تحسن بقرارات رسمية. نعم، مواعيد الاحتفال إلى أي ساعة، يعني مرات أحيانا تنزعج تأخر الحفلات، كذلك هذه الاحتفالات ينبغي أن تضبط بقواعد الشرع، يعني لابد من حدود بين الرجال والنساء، لابد ان ايضا ان نراعي مساله السلاح وضبطه. صحيح. استخدام السلاح عند يعني في هذه الافراح بعد النتائج الكارثيه التي نشاهدها نعم، وتكتب عنها الجرائد.
فاعتقد ان هناك جزء تتحمله الجهات الرسميه وجزء نتحمله نحن مشايخنا كدعاة وعلماء يتحمل مسؤوليه كبيره في التوجيه، وجزء تحمله الاسر نعم. يعني ايضا وخاصه الرجال الذين ينبغي ان يكونوا قوامين على اسرهم نعم. ومعظم الاشياء هذه لان زمام المبادره اخذ من النساء الى الرجال الى النساء، هم المسيطرين، المراه هي المتحكمه، وليت اتحكم بصواب، تحكمت بعادات والناس يقولوا شنو، وبالتالي انا ما ارخص من بنات الناس، ومستحيل بنتي تكون اقل من هذه في فندق درجه اولى، فندق خمسه نجوم الى اخره، يعني بدأ الناس يتكلموا في هذه المظاهر الخادعه وهي قد تكون سبب في الخراب لبنتها. صحيح. يعني معظم هؤلاء هم من يخربوا، يعني وتجد البنت احيانا وكثير من البنات تاتينا دموع، يعني هي باكيه وحزينه مش راضيه بالوضع هذا، لكنها تجبر، لكنه ضغط اجتماعي، فلنتقي الله في بناتنا ونتقي الله في اولادنا. جميل. دكتور احمد انت علقت على شهر العسل، لسه بقى زي الفريضه عندنا. نعم. يعني واجب الشاب يقدر ما يقدر لازم هو يعدي اسبوع اسبوعين لازم يشوف نفسه اما في شقه او فندق. والله انا اشوفه هو طبعا هذه ايضا شهر العسل انا معترض عليه ومشهور باعتراضي موجود حتى في النت، انه فكره شهر العسل اولا يريد ان يجعل الحياه شهوانيه فقط، مجرد شهوه ولذه فقط. وما بين الازواج اكبر من هذا، هذا مشروع ايماني، مشروع تربوي، مشروع عند اخراج ابطال وقاده ربانيين ينقذ الله بهم هذه، ومشروع كبير جدا احنا نختزله في شهر عسل أيام. لتكون باقي الحياه بصل، وهذا اشكال كبير جدا، وهي ايضا من العادات الدخيله علينا. وشهر العسل بكل اسف فيه مخالفات كثيره، يعني غير انه تقليد فيه بعد ذلك يسافروا احيانا بلاد مفتوحه، فيه ممارسات خاطئه، فيه تقصير في الطاعات، بعد عن رب الارض والسماوات، وكثير من الازواج شهر العسل هو النهايه، هو البدايه وهو النهايه. يعني انا اعرف كثير من الفتيات سافرت مع زوجها ورجعوا مطلقين مع بعضهم، رجعوا من هنا خلاص كانت هذه اخر 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 لقاء واول لقاء بعد الاموال والبهرجه والفنادق اللي تكلمنا عنها، كل هذا بجرد قلم، هي عائده الى بيتها وهو عائد الى بيت اهله. ولذلك انا اريد ان اقول لابد ان يكون هناك تاهيل للحياه الزوجيه، تاهيل فعلي، تاهيل ايماني، تدريب الادوار، معرفه المهام التي عليها، بدل من نشتغل بهذه المظاهر الخداعه التي نسميها شهر عسل او نسميها بعض الممارسات الخاطئه. وانا اريد ان اقول ربما شهر العسل الناس لما بدوا يسافروا يمشوا الفندق كان ايضا يعالجوا بعض العادات، فكان الرجل في ليله الدخلة ياتوا من يحرسوه، يتفقدوه، يتهجموا عليه صباحا، يريدوا ان يكشفوا بعض الاسرار، ايضا هذه عادات تلاشت. الحمد لله اندثرت. نعم. اندثرت، لكن طبعا كان الهروب الى الفندق او الهروب الى مكان جديد هروب منها. هروب منها. نعم. لكن الان اصبح كالمستجير من رمضاء بالنار. نعم. فنسال الله تبارك وتعالى ان يعيد للامه وعيها ونضجها حتى نمارس حياتنا ممارسه فعليه. وقد يكون احيانا لما يخرج بزوجتي الى مكان ممكن استبدل الفندق بيت خاله الفاضي، بيت عمه، يعني الاشياء ممكن تاخذ بساطتها. نعم. المهم محتاجين وضع يفهموا بعضهم، يعيشوا مع بعضهم مع بعض الاهتمام، مع ان السنه ان يكون له مكان شرعي مفصول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني بازواجه في الصباح، يطوف على زوجاته يساله كيف اهلك؟ بارك الله لك في اهلك، يعني في سنه انك تستطيع ان نعملها. صحيح. لكن يتفقدوا ان ياتوا بعد ذلك ممارسات خاطئه، يريد ان يبحثوا اشياء معينه، يدخل اسرار، العريس داخل متوتر لان الاعين مرصوده عليه والتركيز عليه. هذه ايضا كانت اشكالات موجوده والحمد لله تلاشت هذه، لكن نحن ما نريد دائما ان نستبدل بدع ببدع. صحيح. ولا نريد ان نستبدل شر بشر، لا نريد ان نستبدل شرع بسنه. يا سلام. نعيش في كل يوم نحيي سنه. ونمد بدعة حتى نلقى الله كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. طيب عليه رحمة الله. دكتور أحمد حدانا نشوف الآثار المترتبة على المسألة، الجوطة دي كلها اللي قاعدة تحصل والممارسات نحن ذكرنا منها أشياء كذا للتلميح ولفت الانتباه لعظمها. نعم. الآثار النفسية اللي بتقع سواء كان على العريس أو الأسرة أو العروس حتى. طبعا العريس والعروسة أنا أقول هم أول الضحايا، والأحزان تبدأ بمجرد انطفاء الشموع. نعم. وكل واحد يتعشى واكل حلويات وتورته وكذا وفطور عريس اكلهم ما اكل. نعم. عريس ورجعوا الى بيوتهم ليبقى بعد ذلك العريس المديون المهموم المغموم الذي يستحضر ان عمتها قالت وان خالتها قالت وان شقيقها احرجه وهي تستحضر هذه كل هذه الكتل يعني من المواقف السالبه امام اعينهم. نعم. ويبدا بعد ذلك هذه العروس ايضا المتعبه المنهكه التي اعطاها ذهب اعطاها اموال لكنها جاءته بلا اموال، اعطاها ثياب لكنها جاءته بلا ثياب، ويبدا حياه جديده من اول يوم معه ديون، والديون هذه مقعده للرجل وتقعده حتى عن اداء وظيفته كرجل. ويحمل هم؟ يحمل هم. فالدين هم بالليل وغم يعني هم وغم
بالليل وبالنهار، وأحزان تدخل على هذه الزوجة أيضا التي تجد نفسها أيضا وقد تبخرت الأموال التي عندها ولم يبقى لها بعد ذلك إلا ما قاله الناس، ورضا الناس غاية غاية لا تدرك. هذا ترتب، هذا في داخل البيت، خارج البيت ترتب عليه عنوسة، ترتب عليه حجام شباب آخرين، ترتب عليه قطيعة للرحم ومشكلات. أنا قلت الآن الناس كان يتزوجوا ليتقاربوا، الآن الزواج يباعد مشاكل تحصل. وتبدأ خصامات، نعم تبدأ خصامات، والشيطان يتدخل ومعارك طاحنة يعني مع هؤلاء الذين أصلا هدف الزواج أن نتقارب وأن تتآلف الأسر وأن تتسع دائرة الرحمة، لكن الآن هذه من آثار المبالغات والبدع التي أدخلناها أنها تصبح حقاد وتصبح أحزان وتصبح قطيعة للرحم وسوء معامل الأصهار. هذا كله من النتائج المباشرة التي تدخل إلى حياتهم، وطبعا هذا ينعكس بعد ذلك على حياتهم كأسرة، صحيح. على استقرارهم، على تربية أولادهم، على كل المشوار الأسرة. مرات الحكاية بيكون فيها كيد، يعني يصروا حتى بعض الطرفين أنه ينالوا منهم في يوم العرس، ويقول لك والله نحن نخرب عليهم فرحتهم. صحيح، نخرب عليهم فرحتهم وتعمل إشكالات وربما تقلب الأكل. يعني في مواقف، صحيح. أنت لو جيت المفردات الاجتماعية ستجد ممارسات شيطانية، صحيح. يعني وربما يعني حتى هذه التي تندفع أحيانا أنت ما تدري هل تريد أن تضر بنت أخوها أو بنت أختها أم تريد فعلا أن تخربط العرس أم يعني سبحان الله، الله أعلم بالسرائر، لكن هذه كلها تصحب، دوافع شيطانية، كلها تصحب، ويبدأ الشيطان ينخر في عقول هؤلاء وفي نفوس هؤلاء، والبيئة بيئة الشيطان، لأنه إذا حضر الغناء والرقص والعري ماذا تنتظر؟ يعني لا توجد ملائكة إنما يوجد الشياطين الإنس والجن. نعم، هناك تجارب مشرقة يعني لبعض القبائل والمناطق بيسهلوا الزواج، بيفرضوا عقد معين. دكتور أحمد يعني بتعريفه بسيطين، احنا ما دارنا نخش في الحته دي، دارنا نشوف ان شاء الله في دقيقتين الحلول الممكن نقدمها اليوم شنو. والله هذا خلينا نخش، هذا جزء من الحلول. طيب، وانا اقول ذكر بكلام الشيخ العثيمين، اقول اذا تواطأ اهل قريه او اهل مدينه على ان يكون العرس مثلا ب5000 ب2000 فالالتزام بهذا من المروءه، يا سلام، ومن الرجوله. نعم، واللي عنده اموال يعطي زوجته ما شاء، مبروك عليك، الله يسهل عليك، انتم بيناتكم بطريقتكم، نعم، يلبسها ما شاء، لكن يلتزم من المروءة ومن الدين أن يلتزم ما اتفق عليه الناس. هذا حل مهم. سريرين سريرين، خلاص، نعم، سريرين سريرين، نحدد هذه الأشياء وتكون المسألة بساطة. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هناك توعية بأمر الزواج وما يترتب عليه. وأنا أفتكر الآن إحنا هناك مهتمين جدا بالمحور الاقتصادي، يعني كيف الأسرة تبدأ، كيف تنمي أموالها، كيف تحافظ على أموالها، كيف يعني يتجنبوا الإسراف والتبذير وهذه الأمور، لأن هذا أيضا ميزانية الأسرة، هذا من الملفات المهمة التي ينبغي أن نؤهل عليها أنفسنا. وأنا أريد أن أقول حتى من أعطاه الله مال كثيرة ينبغي أن يحسن التعامل معها، نعم، ينبغي أن يحسن إنفاقها وضعها في المكان الصحيح. والإنسان يتعجب في الأمم الأخرى، يعني عندهم أموال تجد يلبس اللبس المعقول، يأكل أكل المعقول، وينمي الأموال لمصالحه. يا سلام. نحن كل ما عندنا نأتي نفرشه أمام الناس وبعد ذلك نجلس لنسرق أو نشحد أو كذا بعد ذلك، وقد أضعنا ما في أيدينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، يعني هذا في أكثر من حديث نهى عن إضاعة المال النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، صحيح، ولا تسرفوا إن الله، نعم، لا يحب المسرفين. نعم، نعم. شكرا جزيلا للدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي، خبير بوزارة الأوقاف القطرية والخبير الأسري كذلك والمستشار الأسري بموقع إسلام ويب أو الشبكة الإسلامية كالترغيب. بارك الله فيك أستاذ. شكرا جزيلا، نحن إن شاء الله متواصلين في الأحد الجاي دكتور أحمد، متواصلين في موضوع الزواج. مشاهدينا الكرام، أنت كأب وأنت كأم بتعرف شنو عن المخدرات والمفروض تعرفوا شنو. اغلب الناس اللي بيتعاطوا لما نسالهم السبب في تعاطيهم شنو بقول لك اصحابي او الشله اللي انا كنت حولها. تابعونا يوم الغد ان شاء الله بصحبه العقيد شرطه دكتور نجم الدين عبد الرحيم مدير الدائره الفنيه بالاداره العامه للمخدرات. الى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.